حين تقرأ القرآن ترى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود. إنه عالم الغيب والشهادة معا، لا عالم الشهادة وحده. وإنه الدنيا والآخرة، لا هذه الدنيا وحدها. والموت ليس نهاية الرحلة، وإنما هو مرحلة في الطريق، أو رحلة إلى الخالق الواحد جل جلاله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه الذهبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. حين تقرأ القرآن ترى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية لهذا الإنسان من قبل ومن بعد. فهذا الإنسان نفخة من روح الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهو بهذه النفخة مستخلف في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. وهو بهذه النفخة مسخر له كل ما في الأرض، وسخر لكم ما في الأرض جميعا. أي تشريف وأي تكريم للإنسان سطره الكتاب العزيز. أنت حين تقرأ القرآن ترى ذلك الموكب الكريم الذي يقود خطاه، ذلك الرهط الكريم، نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن ذلك الرهط الكريم الممتد في شعاب الزمن من قديم يواجه مواقف متشابهة وأزمات متشابهة وتجارب متشابهة، يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى والاضطهاد والبغي والتهديد والوعيد والتشريد، ولكنه يمضي في طريقه ثابت الخطو، مطمئن الضمير، واثقا من نصر الله، متعلقا بالرجاء فيه، متوقعا في كل لحظة وعد الله الصادق الأكيد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أنت حين تقرأ القرآن تعلم جيدا أنه لا مكان للمصادفة العمياء ولا للفلتة العارضة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل أمر لحكمة، ولكن حكمة الغيب العميقة قد تستتر عن النظرة الإنسانية القصيرة. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مطالب بالأخذ بها، والاطمئنان بعد ذلك إلى رحمة الله وعدله وإلى علمه وحكمته هو الملاذ الأمين والنجوة من الهواجس والوساوس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أنت حين تقرأ القرآن تعيش هادئ النفس، مستريح البال، قرير الضمير، تعيش وأنت ترى قدرة الله في كل حادث وفي كل أمر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فعال لما يريد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء عمياء، ولكن وراء السنن الإلهية دائما تلك الإرادة الإلهية والمشيئة المطلقة، والله يخلق ما يشاء ويختار. أنت حين تقرأ القرآن تعلم أن يد الله تعمل، ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة، وأنه ليس لنا أن نستعجلها ولا أن نقترح عليها شيئا، فإن هذا المنهج الإلهي موضوع للمدى الطويل الذي يعلم مداه خالق هذا الإنسان ومنزل هذا القرآن. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وقد خلق الله هذا الكون بالحق فلا يتلبس بخلقه الباطل، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وهذا الحق هو قوام الوجود كله، فإذا حاد عنه الوجود فسد وهلك. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إنك حين تقرأ القرآن تصل إلى يقين جازم أنه لا صلاح لهذه الأرض، ولا راحة لهذه البشرية، ولا طمأنينة لهذا الإنسان إلا بالرجوع إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله أن ينفعني وإياكم ببركة القرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.